من لندن معنا الأستاذ ممدوح سلامة، خبير النفط والطاقة. أستاذ ممدوح، أين نحن الآن في هذه المعركة التي أصبحت هي معركة طاقة منذ البداية ولكن تفاقمت الآن؟ المعركة آخذة في التفاقم، وأعتقد أن أسعار النفط والغاز آخذة في الارتفاع رغم التخوف من الركود الاقتصادي القادم بسبب ارتفاع التضخم المالي في العالم، خصوصا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى من العالم. نحن مقدمون على أزمة خطيرة أكبر من أزمة عام 73 عندما فرض منتجو النفط العرب الحظر على تزويد النفط في الولايات المتحدة، مما أدى إلى نقص في ذلك الحين بنسبة 6% من اقتصاد العالم. ولكن في ذلك الوقت كان الموضوع يتعلق بالنفط فقط. هذه الأزمة التي نحن فيها تتعلق في النفط وفي الغاز وفي الفحم وحتى في الطاقة النووية والطاقة المتجددة. قرار روسيا بخفض ضخ الغاز عبر نورد ستريم 1 إلى 20%، ماذا سيعني ذلك بالنسبة لأوروبا؟ نذكر مرة أخرى الناس يا أستاذ ممدوح، من المستفيد أو من يصله الغاز من روسيا عبر خط نورد ستريم؟ وياريت يا جماعة يكون معنا الخريطة لخط نورد ستريم. نعم، دعيني أقول أن نورد ستريم 1 هذا طاقته 55 مليار متر مكعب من الغاز في العام، والجزء الأعظم منه يذهب إلى ألمانيا والباقي يذهب إلى الاتحاد الأوروبي. إذن المستفيد الأكبر والمعتمد الأكبر على الغاز الروسي عبر نورد ستريم 1 هو ألمانيا بالذات. الآن هناك تساؤلات عن سبب تخفيض شركة غاز بروم العملاقة الروسية لإمدادات الغاز ب20% عبر خط نور ستريم 1، كونها كانت قبل أسبوع 40%. هناك تساؤلات عما إذا كان هذا ناجم عن إضافات أو إصلاحات جديدة في خط نورد ستريم 2 وصيانة جديدة مع وجود خلل في توربينة جديدة، أو أنه أن المقصود به هو الشد على والضغط على الاتحاد الأوروبي لتفكيك بعض القيود العنيفة المفروضة على روسيا.